بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس علينا ما وسع علم الله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين إلى أحد من خلقك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عدوا إلا خصمته، ولا ظالما إلا رددته، ولا عاصيا إلا تبت عليه وعافيته، ولا غائبا إلا بالسلامة رددته، ولا مسلما إلا حسنت خاتمته، ولا حاجة إليك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما حيينا، وتقبل ذلك منا، ووفقنا لما تحب وترضى. أدخلنا في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم بارك لنا فيما أقمتنا فيه، وأعنا فيما أقمتنا فيه، وخذ بأيدينا إليك بما أقمتنا فيه مما أقمتنا فيه، وحل بيننا وبين غيرك حتى لا نشاهد في الكون إلا أثر إحسانك وبرك، وما بكم من نعمة فمن الله. اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء، ونزل الشهداء، وعيش السعداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. اللهم وفقنا يا رب، وفقهنا في أمور ديننا ودنيانا، واختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. وبدأنا في الجلسة الماضية في فصل في أحكام الوديعة، وقلنا أن يد الوديعة على الوديعة يد أمان، أمانة، يعني لا يضمن إلا بالتعدي، لكن يد أصلا يد أمانة. ووقفنا على قوله ولا يضمن الوديع الوديعة إلا بالتعدي فيها، بالتعدي فيها، وصور التعدي كثيرة مذكورة في المطولات، منها أن يودع غيره بلا إذن من المالك ولا عذر من الوديع، ومنها أن ينقلها من محلة أو دار إلى أخرى دونها في الحرز، وقول المودع وقول المودع بفتح الدال، هو الوديع أو المودع، يعني الذي المؤتمن مقبول في ردها على المودع بكسر الدال هو صاحب الوديعة، وعليه أي الوديع أن يحفظها في حرز مثلها، فإن لم يفعل ضمن، وإذا طولب بها أي الوديع بالوديعة فلم يخرجها مع القدر عليها حتى تلفت ضمن، فإن أخر إخراجها بعذر لم يضمن. ده كلام المتن والشرح. نقرأ بقى الحاشية. قوله ولا يضمن الوديع الوديعة إلا بالتعدي فيها، أي بالتقصير في حفظها، بأن يتعدى في تلفها، وحينئذ، يعني حينئذ، يعني حينئذ يقصر ويتعدى فيها، فلا تكون أمانة، فلا تكون يده يد أمانة. ولذلك قال المحشي هو مفهوم حكمه عليها بالأمانة. الأمانة تقتضي أنه يحافظ عليها كما يحافظ على ماله، وألا يتعدى فيها ولا يتلفها، فإن أتلفها وقصر فيها يبقى
صارت يد الأمانة يد ضمان غرامة على تقصيره. قوله: وصور التعدي كثيرة مذكورة في المطولات. بيديك بقى صور، هو بالتعدي دي كلمة واحدة لكن تشمل بقى صور كثيرة ليست محصورة، ويدي لك أمثلة فقط، ومنها أنت بقى تفهم طرق كثيرة بعد كده. لكنها مضبوطة في 10 أمور نظمها الدميري من قرية دميرة في مصر. ضبطها الدميري بقوله: عوارض التضمين 10، ودعها وسفر ونقلها. ودعها يعني ان يدعها عند واحد غيره من غير اذن المال، ادي واحده، ودعها وسفر، ويسافر وياخدها معه في السفر، لان المحافظه عليها في السفر اصعب من المحافظه عليها في الايه، في الاقامه، فيسافر بيها. ودعها وسفر ونقلها وجحدها، ان ينقلها من مكان لمكان او يجحدها اذا طلب به، وجحدها وترك ايصاء، وما يوصيش حد بيها لو غاب عنها. دخل المستشفى هيعمل عمليه كبيره، يوصي ورثته ان في ودائع عنده ويعرفهم ويبلغ المالك الاصلي علشان يبقى عنده علم وهكذا. لكن لو ترك هذا وقصر يبقى ايه؟ يضمن. وترك ايصاء ودفع مهلك، شايف في حريقه بتتحرق فيها المحل اللي جنب محله اللي حطت فيه الودائع، يبقى لازم ينقلها بسرعه ما يستناش لما النار تلتهمها، يبقى ودفع مهلك. ومنع ردها، طولب بها من المالك فامتنع ان يردها بلا عذر. وتضييع، ضاعت منه بسبب افراط، حطها في حته ونسي. وتضييع حكي، والانتفاع، انتفع بها بما لا يعود على الوديعه بالنفع، انتفع بها فتلفت بالانتفاع، يبقى برضه يضمن. وكذا المخالفه في حفظها ان لم يزد من خالفه، ان لم يرد. وكذا المخالفة في حفظها إن لم يزد من خالفه. يعني المخالفة في حفظها يعني حاجة تتحفظ في تلاجة ما حفظهاش في تلاجة، حاجة تتحفظ مثلا في بيئة معينة بطريقة معينة يبقى تلفت منه. دابة مثلا ليه علف يسيبها تموت من الجوع، يبقى خالف في حفظها. دي كلها عاملها شعر يعني كده او رجز يعني عشان يحفظها الطالب يعني، وبعد كده يمسك كل واحده ويفتح عليها، لانه كان عادتهم ان الامور اللي فيها تفاصيل كتيره يحولها الى متن صغير يحفظه الطالب عشان ما ينساش ولا نقطه، وبعد كده يمسك نقطه نقطه ويشرح. يبقى عوارض التضمين 10، ودعها وسفر ونقلها. عوارض التضمين 10، ودعها وسفر ونقلها وجحدها وترك إيصاء ودفع مهلك ومنع ردها وتضييع حكي والانتفاع وكذا المخالفة في حفظها إن لم يزد من خالفه. ويعلم غالبها، كلام بقى الشيخ بقى البيجوري بيحاول إيه يشرح لك ويعلق لك على كلام الدميري. ويعلم غالبها من كلامه صريحا أو ضمنا. فالصورة الأولى ذكرها الشارح بقوله: منها أن يودع غيره بلا إذن من المالك، أدي ودعها، يودعها عند غيره دون أن يستأذن المالك، ولا عذر من الوديع، ولو كان ذلك الغير، ولو كان الغير ده اللي وضعها عنده قاضيا أو ولده أو أولاده أو زوجته أو خادمه. فما يقع كثيرا من أن الوديع يعطي الوديع لولده أو زوجته أو خادمه ليحفظها، كل منهم في حرزه موجب للضمان، لأن المودع لم يرضى بذلك. نعم له الاستعانة بمن يحملها، له الاستعانة فقط، لكن غيره ما يشغلش.
له الاستعانة بمن يحملها لحرز أو يعلفها أو يسقيها، لأن العادة جرت بذلك، وخرج بقول بلا إذن من المالك ما لو أذن له في أن يودعها غيره. فالثاني وديع، يبقى الثاني طالما بإذن المالك بقى الثاني وديع برضه، وديع أيضا. ولا يخرج الأول عن الإيداع إلا إن ظهر من المالك قرين على استقلال الثاني. يعني لو أذن المالك إن يحطها عند واحد تاني وقال له برأتك، يبقى التاني يبقى أصبح هو الوديع. لو قال له حطها عند التاني وبقى راقبه، يبقى هما الاتنين أمناء عليه. إلا إن ظهر من المالك قرينة على استقلال الثاني به لجواز استنابة اثنين فأكثر في حفظها، لأن يجوز إن الوديعة يقوم على حفظها أكثر من واحد. فطالما ما قالش بقرينة إن هو خلاص تخلى عنها، يبقى هو شريك له في الأمانة. ثم إن صرح المالك باجتماعهما على حفظها تعين فيضعانها في حرز واحد له. يعني بيستأذن المالك، قال له خلاص انتوا الاثنين مسؤولين عنه، يبقى يصرح هنا المالك. تعين في الحالة دي يعني يجب، فيضعانها في حرز واحد لهما، تعين ان هما الاثنين امناء عليه ويحطوها في حرز مكان هما الاثنين ليهم سلطان على هذا المكان، بحيث يقدروا يشرفوا عليه. اذا كان في مخزن يبقى الاثنين كل واحد معاه مفتاح المخزن، بأن يكون لكل منهما اليد عليه بملك أو إجارة أو إعارة، اتفق في ذلك أو اختلف فيه، ولكل منهما مفتاح عليه. فلو انفرد أحدهما بحفظها مع رضا الآخر ضمن كل منهما، وعلى كل منهما قرار الضمان، قرار النصف يعني نصف الضمان. وإن لم يكن مع رضا الآخر اختص المنفرد وحده ضمانا وقرارا. يعني هما الاثنين الأمناء، واحد راضي على الأسلوب حفظ الشيء والتاني مش راضي. كويس، التاني اللي مش راضي ده طالما مش راضي يبقى خرج عن المسؤولية، ويبقى يضمن التاني منفردا. وإن لم يصرح المالك باجتماعهما على حفظها، المالك ما قالش انتوا الاثنين امناء عليه، ما صرحش، جاز الانفراد زمانا ومكانا مناوبه. طالما ما صرحش انتوا الاثنين امناء عليها، لكن وافق انك تنقلها، ولم يصرح ان كنتوا الاثنين ما زلتوا امناء عليها، يبقى ممكن تتناوبوا على حفظها. هو يحفظ عنده اسبوع وانت اسبوع، هو يحفظ عنده شهر وانت شهر، هو يوم وانت يوم، وهكذا. جاز الانفراد زمانا ومكانا مناوبة، كأن يحفظها كل منهما في حرزه يوما أو نحوه. وخرج بقول ولا عذر من الوديع ما لو أودعها عند غيره لعذر. يعني بيقول إيه؟ إن ما يودعهاش عند غيره إلا لعذر، لكن لو بعذر ما يضمنش. إيه الأعذار اللي هي تخليه يودعها عند غيره؟ ما لو أودعها عند غيره لعذر، كإرادة سفر أو مرض مخوف، هيدخل المستشفى، قالوا الدكتور قالوا لازم تدخل العيادة المركزة دلوقتي، يبقى ده مرض مخوف، لأنه ما يخش العيادة المركزة إلا إذا كان خلاص قارب الوفاة. والحمد لله في مصر العيادة المركزة العيادة ما بيخرجش منها، يعني تبقى لازم يكتب وصيته على الباب لأنها عناية مش مركزة، مخففة. فربنا ينجيني. كإرادة سفر أو مرض مخوف، قالوا له هتعمل عملية كبيرة نسبة النجاح بتاعتها ضئيلة، لكن مالكش حل لهذه العملية، يبقى ده مرض مخوف، يعني متوقع أنه هو يكون في النهاية. أو حريق في البقعة، يعني حصل حريقة في البلد اللي هو حاطط فيها، في الحي اللي هو حاطط فيها البتاع، فلازم ينقلها، دي بقى أعذار. فلو نقلها وهل اتلفت؟ يبقى لا يضمن، لأنه عمل اللي عليه، هيعمل إيه؟ أو حريق في البقعة وإشراف الحرز على الخراب، أو إن المكان اللي هو حاططها فيه حرز، حاططها في حجرة مثلا، حجرة تهدمت،
حصل زلزال في المنطقة والحجرة تهدم، يبقى حرزها أشرف على الخراب، فلازم ينقلها. ولم يجد غيره، لكن يجب عليه أولا في الحالات اللي زي دي الأعذار دي، يجب عليه إنه مش يضعها عند غيره مباشرة، لا ده يخبر المالك، يمكن المالك يقول له طب هاتها لنا. كويس؟ لكن يجب عليه أولا ردها إلى المالك أو وكيله، إلى المالك أو وكيله، فإن فقدهما، لو الملك موجود مسافر مش موجود والوكيل ملوش وكيل او مسافرين الاثنين، يعمل ايه؟ للقاضي الامين. للقاضي الامين هو الحاكم يعني. كان زمان عمدة البلد، شيخ البلد، عضو مجلس الشعب، ابن الدايرة، اي حاجة بقى من دي. الشرطة ان كانت في خدمة الشعب، انما ان كانت في قتل الشعب تبقى مقلب، وهكذا حسب بقى الحاكم. للقاضي الأمين وعليه أخذها، يبقى يجب على القاضي الأمين في الحالة دي بقى إنه ياخدها. فإن فقد ردها، فإن فقده يعني مش لاقي حد، ردها لأمين، هو نفسه يختار أمين كأنها ملكه، كأنها بتاعته، يضعها عند واحد أمين يأتمنه. ولا يكلف تأخير السفر لما في ذلك من المشقة، لا يكلف أنه يؤخر عمليته ولا سفره ولا عذره. كويس؟ يا يردها للمالك أو للوكيل، مش لاقي الاتنين دول يبقى للحاكم اللي هو القاضي، مش لاقي الحاكم أو القاضي يورديها لأمين مثله. كويس؟ وما يأجلش سفره ولا يأجل مصلحته. والصورة الثانية اللي هي فيها يضمن السفر بها مع القدرة على ردها إلى من ذكر. هو بقى ما عملش كده، هو عنده سفر، قام حطها في وسط إيه شنطه وخدها معاه. قامت إيه؟ سافر في شركة مصر للطيران. فالشنطة ضاعت. قعد على السير لحد الفجر إن الشنطة تيجي. ما جاتش الشنطة، هو حاطط فيها الأمان. إيه اللي يوديك مع مصر للطيران بس؟ ما بتضيع الشنط، هنعمل ايه بس؟ العمره اللي فاتت والله عملوا فينا كده. واخد بالك؟ يبقى ما ياخدهاش معاه. ليه؟ لان المحافظه عليها في السفر ايه اصعب من المحافظه عليها في الاقامه. فالصوره الثانيه ان هو ما عملش ايه؟ لا ردها للمالك وهو مسافر، ولا للوكيل بتاعه، ولا للقاضي، ولا لامين مثله. راح خدها معاه وسافر. فضاعت منه، يضمن. واضح؟ لأنه يبقى قصر. الصورة الثانية السفر بها مع القدرة على ردها إلى من ذكر، لأنه عرضها للضياع إذ حرز السفر دون حرز الحدث. طب والصورة الثالثة ذكرها الشارح بقوله ومنها أن ينقلها من محلة، لينقلها يعني من محلة أو دار إلى أخرى دونها في الحرز، أو دون المحلة أو الدار الأولى في الحرز. يعني دلوقتي البلد دي مليانة حرامية وبلطجية، وأنا قاعد في بلد آمنة، رحت نايلها أنا من البلد الآمنة دي لبلد فيها كلها بلطجية وحرامية، فضاعت في المحل، يبقى يضمن، لأنه وداها في مكان الحرز فيها أقل والأمن فيها أقل. كويس؟ ومنها أن ينقلها من محلة أو دار إلى أخرى دونها، يعني أقل منها في الحرز، يعني في المحافظة، أو دون المحلة أو الدار الأولى في الحرز. أي دونها، أي دون المحلة أو الدار الأولى في الحرز، وظاهره ولو كانت الأخرى حرز مثلها. يعني ظاهر إنه نقلها مجرد نقلها إلى محلة أخرى، لو كانت مثلها في الحرز أو أقل منها، الظاهر حتى لو مثلها طالما نقلها يعرضها للضياع. كويس؟ وليس كذلك، لكن بيقول لك لو مثلها، ظاهر الكلام مجرد النقل ولو فينا، لا هي لا يرد ظاهر الكلام، لازم تبقى دونها في الحرز. لكن لو مثلها في الحرز يبقى لا يضمن. واضح؟ وظاهره ولو كانت الأخرى حرز مثلها، وليس كذلك فإن كانت حرز مثلها فلا ضمان عليه،
وإن كانت أدون مما كانت فيه. يا لو التانية مؤمنة زي الأولانية، الدار الأولانية، ولكن قيمتها أقل. أنا كنت حاططها في خزانة ضخمة رقمية ومتينة، نقلتها في خزانة صغيرة ومش رقمية بالمفتاح. فهمت ازاي؟ دي يعني أقل، واخد بالك، أدون منها، لكنها برضو حرز ويتحفظ فيها. فهمتني بقى ازاي؟ ادي معنى فلا ضمان عليه وان كانت ادون مما كانت فيه. كانت خزنه كبيره وعليها حراس، بقت خزنه ثانيه وعليها حارس واحد. واضح؟ وخرج بما ذكر ما لو نقلها الى مثل الاول حرزا او احرز. خرج طبعا لو نقلها الى مثله في الحرز او انه اقوى منه في المحافظه. يبقى لما يضمنش في الحالات دي لانه مش مقصر. أو أحرز، أو نقلها من بيت إلى آخر في دار واحدة. الدار الواحدة كانوا زمان يعملوا إيه؟ أيام أجدادنا وأجداد أجدادنا كانوا يعمل دار واسعة كده، ويعني يحوط حتة مساحة أرض كبيرة بجدار ويبقى ليها باب واحد، وجوه دي يبني كذا دار، دار للزوجة الأولى ودار للزوجة الثانية ودار للزوجة الثالثة ودار مش عارف، وبعدين يجي ابنه وكبر عايز يتجوز يعمل له دار ثانية ودار تالتة، كل ده جوه. أنا جدي جبر كان كده، واخد بالك، في بلدنا. بس بعد كده هدوا كل الدار دي، كنت شفتها وأنا في ابتدائي، هدوها وعملوها بقى مباني أي كلام بعد كده، كل واحد استقل بجزء، واخد بالك. كانت دي دور الناس أيام أجدادنا كلنا. فيبقى لو نقلها من إيه، من بيت لبيت داخل الدار الواحدة مش مشكلة، طالما داخل دار واحدة. فهمتني إزاي؟ طبعا الصورة دي مش موجودة عندنا دلوقتي. أو نقلها من بيت إلى آخر في دار واحدة، أو من حاصل إلى آخر في خان واحدة. الحاصل اللي هو زي ما تقول إيه، المخزن الواحد بيبقى مكون من كذا خزنة، كويس؟ فنقلها من الخزنة دي للخزنة دي في الإيه، في المخزن ده، ممكن يبقى لا يضمن برضه لأنه ما أثرش. فلا ضمان. ومحل ذلك ما لم ينهه المالك عن نقلها. طب افرض المالك قال له حطها في الدار دي وما تنقلش في حته تانية، وراح نقلها لحرز مثلها برضه يضمن، لانه المالك شرط عليه قال له ما تنقلهاش، لانه هنا اختل الشرط. لكن لو ما شرطش عليه ونقلها لحرز مثلها لا يضمن، لانه هو برضه ما اثرش في حفظها. واضح؟ علشان كده بيقول ايه، ومحل ذلك ما لم ينهه المالك عن نقلها والا ضمن مطلقا. نعم إن نقلها يظن أنها ملكه. افرض نقلها في وسط العفش بتاعه يظن أنها ملكه، كويس، ولم ينتفع بها وضاعت في وسط عفشه، لم يضمن. واضح؟ دي الصورة الأخيرة. الصورة الرابعة أن يجحدها بلا عذر. يجحدها بلا عذر، يعني جه المالك قال للأمين اللي هو الوديع اديني الأمانة بتاعتي، قال له انت اديتني حاجة؟ ما عنديش حاجة، شفتك قبل كده نعرفك، وجحدها، كويس، وبعدين تلفت عنده يضمنها بقى. بس لازم يبقى الجحود ده بلا عذر، الجحود ده بلا عذر، كأنه مثلا بيطلبها منه قدام ناس كتير والناس دي هو عارف انهم حرامية، فقال له انت مالكش حاجة عندي عشان ما يطمعهمش. يبقى انا ده امعانا في الحفظ عليها، ده يقصدش انه يقصر يحفظها، مش عايز يعرف العالم دول اللي قاعدين غير الامناء ان هو عنده امانه للناس. فقال له انت عندك حاجه، وبعد ما مشيت الناس اللي مش امناء دول اداها خلاص، يبقى ما يجراش حاجه. يبقى قد يجحدها لعذر وقد يجحدها بغير عذر. ان جحدها بغير عذر يعني انكرها بغير عذر يبقى يضمن، وتلفت يبقى يضمن. ان انكرها بعذر وتلفت لا يضمن. واضح؟ والصورة الرابعة أن يجحدها بلا عذر بعد طلب المالك لها، بخلاف ما لو جحدها بعذر كدفع ظالم عن مالكها، أو جحدها بلا طلب من مالكها ولو بحضرته لأن إخفاءها أبلغ في حفظه. الصورة الخامسة أن يترك الإيصاء بها عند المرض أو السفر للقاضي أو الأمين عند فقد القاضي،
هو عايز يسافر يبقى لا، وهيتركها خلاص مش هياخدها معاه، ولو خدها معاه برضه يضمن، فقال لا انا مش هاخدها خليها، بس خلاها وما وصاش عليها برضه يضمن. لازم يوصي عليها المالك الاول، يبلغ المالك او وكيله يردها له، مش واجبهم يوصي القاضي، ما جاتش القاضي يوصي امين غيره، واضح؟ وليكن حتى احد اولاده، المهم يبقى امين غيره. فلو ترك هذا وسافر يبقى يضمن برضه. الصورة الخامسة أن يترك الإيصاء بها عند المرض أو السفر للقاضي أو الأمين عند فقد القاضي، فإن الإيصاء بها لمن ذكر يقوم مقام ردها إليه، فهو مخير عند فقد المالك أو وكيله بين ردها للقاضي والإيصاء بها إليه، وعند فقد القاضي بين ردها للأمين والإيصاء بها إليه. والمراد بالإيصاء بها الإعلام بها مع وصفها بما تتميز به إن كانت غائبة، أو الإشارة لعينها إن كانت حاضرة، يعني يقول له هيه، قال يشاور له عليها يشوفها، أو إنه يقول له أوصفها طالما هي مش موجودة، أو الإشارة لعينها إن كانت حاضرة، والأمر بردها. فإن لم يفعل ما ذكر كما ذكر ضمن إن تمكن من ردها أو الإيصاء بها، لأنه عرضها للفوات إذ الوارث، لأنه لو مات في سفره ده وما أوصاش بيها ولاده هيفتحوا الأوضة بتاعته ويفتكروا كل حاجة ملك أبوهم، يدخلوها في الإرث، يجي الراجل التاني يقول له دي بتاعتي وهو مش موصي، التاني يقول لك لا دي كانت في إيد أبونا وأبونا ما قالناش إنها ملك، دي بتاعتنا، فهمت؟ فيعرضها للضياع. ان يوصي قبل ما يسافر يقول لهم يا جماعه دي مش بتاعتي، يا اما يتصل بالمالك يقول له انا هسافر تعالى خد حاجتك، يا اما المالك مش موجود يتصل بوكيله، الوكيل مش موجود يتصل بالقاضي ويسيبها، او يسيبها لامين غيره، واضح؟ بس طب الورث عليهم انما مش سر. الورث عليهم ذنب لو ما ردوش، لو ما رجعوش، لانهم ما يعرفوش، ما فيش حاجه هم ما نعرفش بقى ذنب ولا مش ذنب. الورثة هم شايفين حاجة تحت ايد ابوهم وفي اوضته وفي خزنته ومش كاتب لهم ورقة، يبقى من حقهم ان يعتبروها دي ملك ابوهم، لان الحكم اليد بحكم وضع اليد عليها. هل الامانة اللي فيها المكاتبة كالدين؟ مش شرط، الاشهاد يكفي، الاشهاد يكفي، اصل الكتابة، الكتابة ممكن الخطوط تتقلد، لكن على اي حال لو كتب ووثق وحطها ولفها بورقه وهم عارفين خط ابوهم وتوقيعه وختمه خلاص يصدق. المهم اي وسيله تستبعد ان ايه، انها غير موثوق فيها، عشان ما ينزلش نزاع بين بعض الورثه، شايفين حاجه في جوه خزنه ابوهم ويجي واحد تاني يقول لهم لا دي بتاعتي، طب ما هيعرفوا منين؟ ما اي واحد يجي يقول لهم بتاعتي، واخد بالك؟ والإيصاء بها لأنه عرضها للفوات إذ الوارث، يعني لو مات هذا في سفره الوارث يعمل إيه؟ يعتمد ظاهر اليد ويدعيها لنفسه، يقول ده كانت تحت إيد أبويا تبقى دي بتاعتي، ويكون هو الوارث بتاع أبوه، فهمت؟ وكذلك يضمن لو دفنها بموضع وسافر. كانوا زمان الناس، يمكن لما بتشوف أنت القصص القديمة من الأجيال القديمة، كان يدفن الكنز بتاعه تحت الشجرة الجميز ومش عارف إيه الحاجات، كانوا ساعات يدفنوه، واخد بالك؟ لان ما كانش في وسائل حفظ، لا بنوك ولا مش عارف زي دلوقتي، او يحطها في المرتبه بتاع السرير او مش عارف ايه، او يحطها تحت البلاطه، حتى لحد دلوقتي المصريين يقول لك ايه، حاطط فلوسه تحت البلاطه، يعني حاططها في اي حته. وكذلك يضمن لو دفنها بموضع وسافر ولم يعلم بها امينا يراقبها، دفنها في موضع وسافر وما قالش الامين، الموضع ده جت الحكومة قالت هنحفر فيه بير للمرة، فحفروا البير لقوه مال، إما تلف في الحفر يا إما خدته الحكومة حطته في خزنة الدولة، فهمت إزاي؟ يبقى برضه ضيعها. طبعا الحكومة بتاعتنا ما بتلاقيش حاجة وتحطها في خزنة الدولة، بياخدها الموظف اللي لقاها ومع السلامة، وعشان كده الناس قاموا بثورة،
لعل يجد الأمين وهيهات هيهات لو كانوا يعلمون. ماتت الأمانة، رفعت الأمانة من القلوب، الرسول قايل كده صلى الله عليه وسلم. وعلشان كده بيستبدلوا بيها ايه؟ أجهزة رقابية، أجهزة رقابية، أجهزة رقابية، دايرة إبداء ودايرة إبداء ودايرة إبداء ودايرة إبداء، قال يعني لأن ما بقاش في أمانة. إنما لو الأمانة موجودة، والله لو اتعرض عليك مال الأرض ومحدش شايفك ما تاخده، لأن ربنا شايفك. فين بقى هذا الأمين؟ عارف تلاقيه فين؟ في المقابر. تروح تزور المقابر تقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن لاحقون. إنما الأحياء الواتي نادر، الأمين فيهم نادر. يبقى هنا وكذلك يضمن لو دفنها بموضع وسافر ولم يعلم بها أمينا يراقبها وإن لم يكن ساكنا في موضعها، بخلاف ما إذا لم يتمكن، كأن مات فجأة أو قتل غيلة أي خديعة. طب افرض قتل خديعة أو غيلة أو مات فجأة وملحقش يوصي، خلاص بقى يبقى إيه هنا؟ لا يضمن، لأن دي قضاء وقدر. والصورة الثالثة ما احنا قلنا طالما لا يضمن ولا يأسف، لانه انت دلوقتي ما تعرفش فجأة هو بيتعشى مات، هو مش ما كانش عنده مرض مخوف ولا سفر ولا حاجة، فهمت ازاي؟ الصورة السادسة ان يترك دفع متلفاتها. يبقى الصورة السادسة ان يترك دفع متلفاتها. هو اداله لحمة حطها في التلاجة والكهرباء قطعت، ما ينقلهاش من التلاجة دي لتلاجة في شقة تانية فيها كهرباء، لا يسيبها لما تعفى، ده اسمه كلام، طب كده هتتلف، فاهم؟ يبقى لازم يدفع اسباب تلفها، حافظ عليها كأنها ماله بالظبط. او اداله كتاب فخم كده قيم وابنه قاعد يعيط، اداله كتاب يقطع في ورقه عشان يسكته لحد ما يصلي العشاء، قام الواد قطع الكتاب، ما ينفعش، ما هو العيل الصغير ده عامل زي الدبه يتلف الحاجه لو اديتها، فهمت؟ ما ينفعش. ان يترك دفع متلفاتها بقوله في النظم ودفع مهلك بالجر، لانه على تقدير وترك دفع مهلك كترك تهويه ثياب صوف وترك لبسها عند حاجته لذلك وقد علمها فيلزمه تهويتها أو لبسها عند حاجتها لذلك وعلمي بها وباحتياجها لذلك وتمكني منه بأن أعطاه المفتاح لأن الدود يفسدها. كان زمان الثياب بتاعتهم الظاهر علشان معمولة من نسيج نباتي، ما كانتش الصناعة متقدمة، فكان لما يجي يسيبها مقفولة عليها مكمكمة كده تقوم تدود زي ما الرز يدود زي، لكن كل ما يهويها ويلبسها يحافظ عليه، فما ينفعش برضه ياخد الثياب بتاعته ويطبقها بالطريقه دي ويسيبها في الدولاب تعفن والدود يدور، لا ده لازم ينشرها كل شويه او حتى يلبسها عشان يدفع عنها الدود والتلف، لان الدود يفسدها وكل من الهواء وعبوق رائحه الادم بها يدفعه حتى لو لم يجد من يجوز له لبس الثوب الحرير. لو لم يجد من يلبسه، يعني هو سايب له ثوب حرير يلبسه لمراته لبنته، ما عندوش نساء يلبسه هو، مع ان الحرير حرام بس عشان يحفظه يلبسه ولو يوم كل شهر يمشي حاله علشان ايه ما يتلفش، جاز له لبسه بل يجب عليه، بمعنى انه يضمنه بترك لبسه لا بمعنى انه يأثم بتركه. واما لو وجد من يجوز له لبسه لكنه امتنع من ذلك الا باجره، لا عنده الخادمه بتاعته مثلا، قال لها البسي الثوب الحرير ده مره في الشهر، قالت له تديني اجره لبسه عشان البسه، لا في الحاله دي بقى هتبيع وتشتري فيه يروح لبسه هو كويس، فالاوجه جواز لبسه له ويكون ذلك عذرا له في دفع الحرمه عنه، بل يتجه الوجوب كما صرح به العلامه الرملي ونظر فيه الشبر من لسي وقال ينبغي رفع الامر للحاكم في الحالات اللي دي، الشبر من لسي قال ايه؟ ينبغي رفع الامر للحاكم فيستاجر له من يلبسه. ومثال تاني اللي هو دفع المهلك
وكترك علف دابة بسكون اللام، أي تقديم العلف لها بفتحها، فيلزم علفها لأن فيلزم علفها لأنه من الحفظ، فإن أعطاه الملك علفا علفها به، وإلا راجعه أو وكيله ليعلفها أو يستردها. فإن فقداهما، ما هو العلف ده تكاليف، لو الملك سايب له علفها خير وبركة، مش سايب له علفها يتصل بالملك تعالى هات لنا العلف عشان نعلف، ما لقاش الملك يتصل بالوكيل بتاع الملك، ما لقاش وكيل الملك يروح لحاكم البلد دي أو القرية علشان يقترض على المالك، يقترض على المالك أو يؤجرها، أو في الحالة دي أو يما يأجرها إذا كانت دابة ركوب والدخل اللي يجي من إيجارها يأكلها بيه، أو يؤجرها بما يعلفها به، أو يبيع جزءا منها لذلك بحسب ما يرى إن رأى من يشتريه، فإن تعذر عليه ذلك علفها من عنده، لو تعذر عليه كل حاجة يعلفها من عنده، بس يشهد عشان لما يجي المالك ياخدها يشهدوا انه كلفها كذا وكذا وكذا وياخد التكاليف. علفها من عنده واشهد ليرجع به ان اراد، فان نهاه المالك، افرض المالك قال له خد الثوب ده ما توهوش عن التهويه او اللبس والعلف وتلفت بذلك فلا ضمان، لكنه يعصي في الدابه لانها روح، لكن ما يعصاش في الثوب، خدت بالك؟ فلا ضمان لكنه يعصى في مسألة الدابة لحرمة الروح. فلو كان بهذه الدابة علة كتخمة، دابة عندها تخمة يعني تاكل ما تشبعش لدرجة ان ممكن الاكل يزداد لدرجة يخنقها يموت، عندها مرض، فقال له ما تعلفهاش دي، ده فيها اكل كفيها اسبوع في بطنها لكش دعوة بيه، كويس؟ فهو برضو صعبت عليه الدابة وقعد يأكلها فماتت عنده، يبقى في الحالة دي يضمن. فهمت؟ كل دي صور يعني، بس الشيخ البيجوري متربي بقى في المنوفية وعارف بقى ايه، بيدي لك امثلة واقعية هو عايشها يعني. فهمت؟ فلو كان بهذه الدابة علة كتخمة ونهاه المالك عن علفها فخالفه علفها فتلفت، قال العلامة الرملي ضمن مطلقا سواء علم بالعلة او لم يعلم. وقال العلامة ابن حجر اللي هو الهيثمي مش العسقلاني، ابن حجر الهيثمي ضامن إن علم بالعلة وتعمد وإلا فلا يضمن. طب لما يختلف الرملي مع الهيثمي في الترجيحات ناخد إيه؟ رأي مين فيهم؟ أهل مصر ياخدوا الرملي وأهل اليمن ياخدوا ابن حجر، كويس؟ شافعية مصر ياخدوا الرملي وشافعية اليمن ياخدوا ترجيحات ابن إيه؟ ابن حجر الهيثمي. والصورة السابعة أن يمنع ردها بلا عذر، اللي هي الصور صور إيه يعني عدم المحافظة على الأمانة اللي هو التعدي، أن يمنع ردها بلا عذر بعد طلب مالكها لها، يعني المالك قال له هاتها لي عايز أخدها، يوم إيه يمتنع عن ردها، فبعد ما امتنع عن ردها بلا عذر يعني تلفت عنده يبقى يضمن، لانه كان المفروض انه يديها له اول ما يطلبه، بخلاف ما لو بعذر. طب افرض قال له حديها لك بس حصل لي العشاء، فهو بيصلي العشاء حصلت حريقه تلفت، خلاص ما يضمنش لان دي عذر. قال له طب بس باكل انا كنت صايم، هاكل لقمه واشرب كوبايه الشاي وديها لك، هو بياكل اللومه تلفت لا يضمن، واضح؟ بخلاف ما لو بعذر كصلاه واكل ونحوهما، وستاتي الاشاره لذلك بقول واذا طولب بها فلم يخرجها مع القدره عليها حتى تلفت ضمن، فان اخر اخراجها لعذر لم يضمن، والمراد بردها التخليه بينها وبين مالك، واما حملها اليه فلا يلزمه، يعني ما يلزموش ان هو يشيلها له، لكن يكفي انه يفتح له الباب ويقول له خش موجوده جوه، واخد بالك؟ يكفي بس. والصوره الثامنه ان يضيعها كان يضعها في غير حرز مثلها او ينساها او يدل عليها ظالما معينا
معينا محلها أو يسلمها له ولو مكرها، ويرجع الوديع إذا غرم بها على الظالم. يبقى في الحالات اللي زي دي يضمنها ويدفع ثمنها للمالك، وبعدين ياخد هو ثمنها من الظالم. واضح؟ دي واضحة خالص. دخل واحد ظالم عليه بمسدس وقال له هات اللي عندك كله، فبقى مكره فاداها له وهو مكره، يبقى في الحالة دي عليه الضمان، فيدفع للمالك صاحب الأمانة يديله ويرجع على الظالم بإيه؟ باللي دفعه. واضح؟ بس ويرجع الوديع إذا غرم بها على الظالم. قد يكون الظالم ده غاصب، يعني خدها منه غصبا، أو ناهب ياخدها منه عيني عينه، أو سارق يسرقها من وراه من حرز مثلها، وهكذا. وحتى لو لم يتمكن من الظالم، يعني إيه؟ يعني ما قدرش يقبضها، ما قدرش مثلا، خلاص بقى يبقى ضاعت عليه، لكن المالك يدفعها له، هو هيدفعها للملك كده كده. لأن قرار الضمان عليه، فإن المستولي على المال عدوانا، فإنه المستولي على المال عدوانا اللي هو الظالم، ولو أخذها الظالم من يده قهرا عليه فلا ضمان على الوديع. لو خدها بقى الظالم قهرا عليه فلا ضمان على الوديع، وكذا لو أعلمه بأنها عنده من غير تعيين مكانها فلا يضمن. كويس؟ يعني آخر جملة حتى لو لم يعلمه، يعني قال له انا معايا عندي في امانات ناس عندي، قال له فين مكانها؟ قال له مش هقول لك مكانها، فالتاني قاعد ينقب لحد ما لقى مكانها، ما يضمنش. واخد بالك؟ بس على اي حال انت لا تقف عند هذه الصور، دي صور تربي فيك الملكه الفقهيه فقط، لكن ممكن هذه الصور انت ما تمرش عليك ولا تصلح لزمانك. فهمتني ازاي؟ لكن ده بيربي فيك الملكة الفقهية فقط، فلا تقف عند المثال، ولكن قف عند فحوى المثال. هو بيحاول يدي لك أمثلة 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 أمثلة، هو النبي نص على الأمثلة دي؟ ما نصش. واخد بالك ازاي؟ لكن هو بيدي لك أمثلة من الواقع اللي بيها يلزمه، امتى يلزمه امتى لا يلزمه. ادي كل الحكاية. وكذا لو أعلمه بأنها عنده من غير تعيين مكانها فلا يضمن بذلك، وإن كان يجب عليه إنكارها في الحالة دي. يعني في الحالة دي كان الأولى إنه يقول له ما عنديش أمانات لحد، ما عنديش حاجة، يقول له طب احلف، يقول له والله العظيم ما عندي حاجة، وهو عارف إنه بيحلف كده، بس يحلف بتورية ما عندي حاجة، يعني يقصد إيه؟ حاجة أملكها. فهمتني إزاي؟ أدي بتاع أو لا أملك شيئا، لأن اللي عنده مش ملكه، ويحلف بأيمانات المسلمين كلها في الحالة دي. خدت بالك؟ بل يجب عليه أنه يحلف كمان. في بعض الفقهاء يقول لك يجب عليه أنه يحلف كذب للمحافظة على أموال الغير. يبقى متى يجب عليه الحلف كذب؟ للظالم، لرد الظالم. وإن كان يجب عليه إنكارها والامتناع من الإعلام بها جهده، وله أن يحلف على ذلك لمصلحة حفظها. قال الأزرعي: ويتجه وجوب الحلف إذا كانت الوديعة رقيقا، يعني كمان وجوب الحلف يكون أشد لو كان الوديعة رقيق، يعني إنسان، والظالم ده هياخده يقتله أو يفجر بيه، يبقى هنا يجب بقى وجوب أشد. واخد بالك؟ إذا كانت الوديعة رقيقا والظالم يريد قتله أو الفجور به، وإذا حلف وجب عليه أن يوري في يمينه إن عرف التورية وأمكنته. طب ما وراش وقال كده، يبقى يكفر عن يمينه بعد ما يمشي الظالم ويغور بقى، نبقى ندفع 10 مساكين سهلة. فهمت إزاي؟ معهوش إطعام يصوم 3 أيام. فهمت بقى إزاي؟ فإن لم يوري كفر عن يمينه إن حلف بالله، لأنه كاذب فيها. طيب لو حلف الطلاق بالطلاق أو العتق، يقع الطلاق والعتق، كأنه ضحى بامرأته من أجل الأمان، فنوقع الطلاق.
او ضحى برقيقه من اجل الامانه فاعتقد. احنا استنى ايه نطلق طالما اللفظ صريح ملناش دعوه بنيته، ونعتق باقل شبهه عشان احنا عايزين الناس تعتق. ده الفقه الاسلامي مبني على كده، فهمت؟ فان حلف بالطلاق او العتق حنف، حنث يعني ايه؟ يعني وجب الطلاق او وجب العتق، لانه فدى الوديعة بزوجته في سورة الطلاق او رقيقه في سورة العتق. واضح؟ والسورة التاسعة ان ينتفع بها كلبس الثوب وركوب الدابة بلا عذر، بخلاف ما اذا لو كان لعذر. يعني هو اداله ثوب يحفظه له بقى يلبسه كل يوم، كل يوم على ما جاي يجي ياخده منه بعد سنة لأداب، يبقى اختلف. لكن لو كان بعذر بيلبسه مرة كل شهر علشان الدود ما يمشي فيه، ولا العتة، مش في حاجة اسمها العتة، تيجي في الصوف لما تخزنه، لكن لما يلبسه قال هو يوم في كل شهر مش هتيجي. بخلاف ما إذا كان لعذر كلبس الثوب لدفع الدود او ركوب الدابه لدفع الجماح. لو اداله دابه وما ركبهاش مده طويله الدابه تلاقيها غير مروضه، يجي صاحبها يركبها تجمح، فهو بيركبها كل فتره عشان ما تنساش الركوب، لدفع الجماح. فلا ضمان بذلك لانه لمصلحه المالك. والصوره العاشره في المخالفات ان يخالف في حفظها كقوله لا ترقد على الصندوق الذي فيه الوديعة. هو مديله صندوق في صيني، قال له هتقعد عليه ولا تنام عليه؟ راح نايم عليه، اتكسر الصيني، فاهم؟ يبقى هنا برضو اتلف. كقوله لا ترقد على الصندوق الذي فيه الوديعة فرقد وانكسر بثقله وتلف ما فيه بانكساره، فيضمن بذلك لمخالفته المؤدية للتلف، لا إن تلف بغير ذلك كسرقة فلا يضمن. لكن افرض الصندوق نفسه اتسرق من حرزه وهو حافظه، ما يضمنش لأنه حطه في حرزه، لأن رقاده عليه زيادة في الحفظ. نعم، إن كان الصندوق في نحو المحراب فسرق من جانبه الذي لو لم يرقد على الصندوق لرقد فيه ضامن. مدي لك صورة يعني تانية يمكن انت ما تتخيلهاش، بس صورة نشرحها لك. الصورة اللي عايز يقولها لك الشيخ بيقول، يقول لك افرض ان انت متعود انك انت تنام في المكان ده، متعود تنام في المكان ده على طول، فروحت انت حاطط في المكان ده الصندوق وهو قال لك اوعى ترقد عليه، فرقدت انت على مكان جنبه، فوانت نايم جا شالوه من المكان ده. ما انت لو كنت نايم في المكان ده ما كانوش هيشيلوه منه، يبقى انت كده مقصر. ادي الصوره اللي عايز يشرحها لك الشيخ البيجوري، يعني صوره تقبلها انت وما تقبلهاش دي مساله تانية، لكن احنا بنحاول الشيخ البيجوري يدي لك صور كتيره كلها محض خيال علشان يربي فيك ازاي تكون قاضي وتحكم. هل في الصورة اللي فيها تقصير ولا لا؟ هل الموقف ده فيه تقصير ولا ما فيهوش تقصير؟ ادي المسألة. وبرضو ما يضمنش ولا ان نهاه عن قفل فاقفله، قال له حط الصندوق ده وما تحطش عليه قفل، قصدك لو حطيت قفل هتغري السارق ان في حاجة ثمينة فيجي يسرق، قال له كده، فراح هو لا حط قفل، قال لك ما يضمنش برضه لان القفل زياده في الحرص، فهمت؟ ولا ان نهاه عن قفل فاقفله، او نهاه عن قفلين كان قال له لا تقفل عليه الا قفلا واحدا فاقفلهما، حط اثنين، لان ذلك مبالغه في الحفظ وهو هدف الحفظ والاحتياط، ولا نظر لما يقال ان في ذلك اغراء للسارق على الصندوق لان ذلك متوهم. قوله منها أي من صور التعدي، وكذا يقال في قوله ومنها أي ومنها غير ذلك، وقد تقدم الكلام عليه مستوفا. قوله وفي وقول المودع، نيجي بقى في مسألة بعد كده، أنت رجعت الأمانة لصاحبها وصاحبها ده راجل بينسى، جالك بعد شهرين قال لك فين الأمانة؟ يا سيدي ده أنا اديتها لك،
الشهر اللي فات لما صلينا العشاء مع بعض في مسجد الأشراف، وبعدين بعد كده طلعنا مع بعض اتمشينا وشربنا حاجة ساعة ورحت اديتها لك وتاني ماشي، بيفكر تاني بقى من النوع اللي بينسى. يقولوا لا انت راجل نصاب، وراحوا للقاضي، القاضي صدق مين؟ هي دي بقى المسألة، هنشوف بقى المسألة. طب سؤال دكتور معلش قبل وين زاد؟ افرض حضرتك مثلا واحد قال لي حط الحاجه دي في الثلاجه، فانا حطيتها في فريزر والفريزر افسدها. ما هو الحاجه على حسب حفظها. يعني في حاجه تحفظ في الفريزر تفسد، حاجه تحفظ مثلا في يعني ما تحفظش في الفريزر زي اللحمه تفسد. فانت خدت اللحمه حطيتها بباب الثلاجه. لا قصدي العكس، وين زاد يعني؟ بس حطها في فريزر. ما هو برضه افسدها اذا كان اذا كان العرف معروف ولا يغيب على انسان ان دي لو اتحطت في الفريزر تفسد، يبقى مقصر. ان كان مش معروفه، يعني حاجه مش معروفه، نوع من ادويه معين، واخد بالك ازاي؟ فهو ما يعرفش انه فاهم ان التتليك زي الفاكسينز تتحط في حاجه مجمده، لكن الانسولين لو اتحط في المجمد يبوظ. محطه فهمت ازاي؟ الحاجات اللي هي مش معروفه قوي لازم يعرفها، يبقى هنا يبقى مقصر. آه لا يقصر، انما المعروف اللي الكل عارفه يقصر على حسب قوله. وقول المودع بلفظ الدال وفي بعض النسخ وقول الوديع وهو مبتدأ خبره، قوله مقبول في ردها على المودع بكسر الدال أي بيمينه. في الحالة دي يقبل القاضي قول المودع اللي هو الأمين بيمينه لو اختلف، يحلف يقول والله العظيم ردتها له أمام القاضي، يقوم القاضي يقول خلاص هو ردها لك يلا مع السلامة، واخد بالك؟ ويحكم أنه خلاص ذمته ايه غير منشغلة به. وهكذا كل امين ادعى الرد على من ائتمنه فانه يصدق بيمينه كوكيل وشريك وعامل قراض، كل دي امثلة ليد امانة، كوكيل وشريك وعامل قراض وجاب في رد ما جباه على من استأجره للجباية، يعني بيلم لك الايجارات، فهمت ازاي؟ ده اسمه جابي. ونقيب في الرد على من نصبه، الا من دول اللي ما يقبلش منهم كلامهم المرتهن والمستاجر، فانهما لا يصدقان في الرد على الراهن والمؤجر، لانهما اخذ العين مش للغرض الامانه بس، لا ده هما للاستعمال وفي نفس الوقت امناء عليها، فغرضهم الاصلي غرض لنفسهم، بخلاف الثاني الوديع المودع خدها لغرض المودع. فانهما الا المرتهن والمستاجر فانهما لا يصدقان في الرد على الراهن والمؤجر، لانهما اخذ العين لغرض انفسهما وخرج بالامين الضامن كالغاصب والمستعير والمستام، فإنه لا يصدق في دعوى الرد إلا بيمينه وبمن ائتمنه وارث أحدهما مع الآخر، وبمن ائتمنه وارث أحدهما مع الآخر، بأن ادعى وارث الوديع أنه بأن ادعى وارث الوديع أنه ردها على المودع، أو ادعى الوديع أنه ردها على وارث المالك، وكذا وارث احدهما مع وارث الاخر، بان ادعى وارث الوديع انه رد على وارث المودع فانه لا يصدق الا بيمينه. دي صور امتى بقى المودع لا يصدق الا ببينه؟ صح، الا ببينه. انا مكتوب عندي بيمينه، هي حتبقى ببينه عشان يوظف. انت عندك ببينه؟ لا يصدق الا بمن عندي ببين. السنه اللي عيني راحت على السطر اللي تحت، الا ببينه. مظبوط. هنا الصوره دي ايه؟ هنا وارث الوديع، الوارث بقى هو اللي بيقول ان ايه، ان احنا ردناها لك، مش الوديع نفسه. الوديع مات، الوارث ردها، فاختلفوا قدام القاضي، يوم القاضي
ما يقبلش كلام الوارث لانه طرف تاني، لازم يجيب له بينه شهود ان هو فعلا ردها له. فهمت بقى؟ لكن لو ابوه كان لسه عايش كان القاضي يصدق لانه هو الاصل. ادي المثال. والتفصيل بين الامين والضامن في دعوى الرد كما هو الفرض، واما في دعوى التلف فان كل منهما يصدق بيمينه. افرض بقى هنا مش في دعوى الرد ده اللي فات ده في كلام الرد، لكن افرض في التلف ده يحلف انها ما تلفتش بتقصير والتاني يقول لا ده قصر واتلفها. في دعوى التلف غير دعوى الرد. فبيقول لك ايه؟ واما في دعوى التلف فان كل منهما يصدق بيمينه ان لم يذكر سببا اصلا ولا يلزمه بيان السبب، او ذكر سببا خفيا كسرقة او غصب، او سببا ظاهرا عرف هو دون عرف هو دون عمومه. يعني في اسباب تبقى كلها مشهوره، ان البلد كلها حصل فيها حريقه كبيره كل الناس عارفه، فيروح للقاضي يقول له دي اتحرقت في الحريق، كل الناس عارفه ان الحريق. فهمت ازاي؟ او يكون ما يعرفش هو الا هو بس، حريقه خاصه بجزء في بيته محدش ادركها. فهمت ازاي؟ فقد يكون السبب مشهور وقد يكون السبب غير مشهور، فهيميز لك. او سببا ظاهرا عرف هو دون عمومه كحريق ونهب، او عرف هو وعمومه واتهم فانه يصدق بيمينه في هذه الصور، فان عرف هو وعمومه ولم يتهم صدق بلا يمين كمان. واضح؟ طالما حاجة عامة وكل الناس مشهورة يصدقوا حتى بلا يمين لأن الناس كلها شايفة. وإن لم يعرف هو ولا عمومه طولب ببينة على وجوده وحلف على تلفها به. فرع: لو وقع في خزانة الوديع حريق فنقل أمتعته قبل الوديعة فاحترقت لم يضمن، كما لو لم يكن إلا ودائع فقدم بعضها على بعض فاحترق الباقي. يعني حصل حريقه في الاوضه اللي حاطط فيها الودائع وفيها حاجته، فبدا ينقل الحاجه، وهو بينقل الحاجه الحريق النار امتدت حرقت الباقي، ما يضمنش. واضح؟ قوله: عليه اي الوديع ان يحفظها في حرز مثلها، يحفظها في حرز مثلها، هذا مناسب للحكم الاول وهو قول المصنف والوديعة أمانة، فكان الأولى ذكره هناك كأن يقول بعد قول والوديعة أمانة وعليه أن يحفظها في حرز مثلها. قول: فإن لم يفعل ضمن، أي بأن حفظها في غير حرز مثلها، كأن حفظ الثياب في اسطبل الدواب أو الدراهم في كور العمار العمامتي بلا ربط ونحو ذلك، وهذا إشارة إلى التضييع المتقدم. يعني حطها في حاجة مش مناسبة لي، حط الفلوس بتاعته في نملية إيه؟ المطبخ، ينفع؟ حط الكتاب على السفرة اللي بيأكلوا عليها فالكتاب فسد، حط اللحمة في ايه؟ في المخزن، ما حطهاش في التلاجة فسدت، وهكذا. يبقى كل حاجة تتحط على حسب. قول: واذا طلب بها، اي ممن له طلبها، ممن له طلبها من المالك او وكيله او وارثه بعد موته. قول: أي الوديع بالوديعة، فإذا طلب يعني الوديع بالوديعة، تفسير للضميرين: فالأول تفسير للضمير المستتر المرفوع لأنه نائب فاعل، والثاني تفسير للضمير البارز المجرور بالباء، ومثل الوديع وارثه. وقول: فلم يخرجها، أي لم يخل بينها وبين طالبها، فإن الواجب عليه التخلية فقط لا حملها إلى مالكها، فمؤنة الرد على المالك لا على الوديع، حتى لو قال الوديع للمالك خذ وديعتك فإنه يلزمه الأخذ منه، ولا يضمن الوديع بعدم أخذها منه ولو بعث رسولا. يعني هو طلبها من الأمين، فالأمين قال له خذها قدامك، قام الراجل انشغل ومشي على أنه هيجي بكرة فتلفت، ما يضمنش لأنه خلى بينه وبينها، مش شرط أنه يشيلها له ويوصلها له هناك. ولو بعث رسولا لقضاء حاجة وأعطاه خاتمه أو منديله أو سبحته أمارة لمن يقضي له الحاجة، وقال له رده علي بعد قضاء الحاجة، فوضعه بعد قضائها في حرز مثله لم يضمنه، إذ لا يجب عليه إلا التخلية لا الرد إلى المالك. الصورة دي أنا اديتك السبحة بتاعتي دي سبحة مثلا قيمة،
قلت لها خد السبحة دي أمارة، خليها معاك وروح لفلان ادي له الدين ده، قول له ده دين بتاع الدكتور يسري بأمارة السبحة بتاعته دي وتردها لي. فهو لما جه راح حط لي السبحة ايه في المكان اللي انا بصلي فيه، وانا بصلي ركعتين وشايف ومشي. جيت انا نسيتها على المكان اللي حطها فيه وطلعت فضاعت ما يضمنهاش. واضح؟ دي الصورة اللي عايز يقولها لك. وقوله مع القدرة علي، أي بأن لم يعذر وقت طلبها بما تقدم في رد المبيع كصلاة وقضاء حاجة وأكل طعام. يعني لو طلبها منك وانت عندك عذر تأجل شوية، بتقول له طب هصلي الفريضة دي، طب هاكل انا كنت صايم، طب هدخل الحمام عندي بس اسهال، اه دي اعذار بقى. واخد بالك؟ وقوله حتى تلفت، اي بعد الطلب الجائز وقبل الرد الواجب. وقوله ضمن، اي الوديع بدلها من مثل او قيمة. اذا كانت مثلية يديله مثلها، ملهاش مثل يبقى يدي قيمتها. ولعله كما قاله بعضهم بالاقصى من وقت طلب الرد، يعني يدي القيمه ايه اقصى قيمه من وقت الطلب الى وقت الايه الاداء. يعني هي تلفت، طلبها مني وتلفت، وبعدين على ما عمل القضيه وحكم له ان انا ادفع له، حكم بعد شهر، وكانت دي قيمتها بعد شهر غليت، في حين لو اديتها له ساعتها قيمتها كانت اقل، ادي له على اعلى قيمه. واضح؟ وعليه كما قاله بعضهم بالأقصى، يعني في قيمتها من وقت طلب الرد المقدور عليه إلى وقت التلف. ولو كانت الوديعة ورقة مكتوبا فيها دين كمئة دينار وتلفت بسبب التأخير، ضمن قيمتها مكتوبة مع أجرة الكتابة، بخلاف الثوب المطرز فإنه يلزم قيمته مطرزا ولا يلزم أجرة التطريز، لأن الكتابة تنقص قيمة الورقة، والتطريز يزيد قيمة الثوب. وعلم من ذلك كل أن الوديعة جائزة، كلها أمثلة طبعا تليق بعصره، بعصر الشيخ البيجول. وعلم من ذلك كل أن الوديعة جائزة لا لازمة. يبقى الوديعة جائزة أنك أنت تقبلها ولا يلزم لك أنك أنت تقبلها، أنت مخير. واخد بالك؟ ما احنا هنجيب الصور، لكن هي الاصل ان هي جائزه اصلها كده، الا لو لم يوجد امين غيره بقى، يبقى الا دي صور بقى مستثناه، احنا بنتكلم في الاصل. كويس؟ وعلم من ذلك كل ان الوديعه جائزه لا لازمه، فللمودع الاسترداد وللوديع الرد كل وقت، كل وقت اراد كل منهما. اما المودع فلانه المالك، واما الوديع فلانه متبرع بالحفظ. نعم، إن كان في حالة يلزمه فيها القبول ابتداء بأن كانت لمحجور عليه والزمن زمن نهب لم يجز له الرد بل يحرم عليه، فإن ردها عليه ضمن. افرض إن الوديعة دي كانت مملوكة لمحجور عليه بسبب صغر سن، وجاء الولي طلبها عشان يديها لصغير السن ده في زمن كله نهب، فيبقى لا يجب عليه ردها في الحالة دي لأنها هتضيع. واضح؟ بل يحرم عليه، فإن ردها عليه في الحالة دي ضامن. فإن ردها على المالك في حال سكره، طب المالك بقى كبير وسكران واداله في حال سكري وسكر تعديا متعدي، فلا ضمان لأنه كالمكلف، بخلاف الصبي ونحوه. طبعا يشترط في السكر هنا ان يكون متعديا بسكره عشان يبقى مسؤول عن اعماله. يعني بيشرب الخمره وعارف انها خمره يبقى ده متعدي، انما واحد عطشان وعارف ان الازازه دي بيحطوا فيها ميه وهو نظره ضعيف فاكرها ميه، خدها كده وراح شاربها، طلع انه حطوا فيها خمره، ده مش متعدي. فهمت؟ بخلاف الصبي ونحوي، فإن كان بحالة يندب فيها القبول فالرد خلاف الأولى إن لم يرضى به المالك. ما احنا قلنا قد يكون يجب عليه القبول وقد يكون يستحب له القبول،
فالرد خلاف الأولى إن لم يرضى به المالك، وليس له تأخير الرد للإشهاد عليه وإن أشهد عليه المالك عند الدفع، فإنه يصدق في الرد بيمين. يعني مش واجب أني أخر الرد لحد ما يجيب شهود أن أنا برد لك، لأن لو حصل خلاف القاضي هيصدقه بيمين، فمش محتاج يأخر الرد. لكن لو كان الوارث الوديع هو اللي هيرد يبقى يجيب يشهد، لأن التاني مش هيصدقه بيمين. فهمت بقى؟ فإنه يصدق في الرد بيمين، فليس له أن يلزم المالك تأخير أخذها حتى يشهد، إلا إن كان الطالب مما لا يقبل قول الوديع في الرد عليه بيمينه كوكيل المودع، كوكيل المودع ووارثه، المودع كوكيل المودع ووارثه، فيعذر في تأخير الرد للإشهاد، لأنه لا يقبل قوله في الرد إلا ببينة، وتنفسخ بما تنفسخ اللي هي الوديعة دي، عقد الوديعة تنفسخ بما تنفسخ به الوكالة من موت أحدهما وجنونه وإغمائه ونحو ذلك. فإن أخر إخراجها محترز قوله مع القدرة بعذر، أي كأن كان مشغولا بصلاة أو قضاء حاجة أو أكل طعام أو في حمام أو كان في جنح ليل، والوديعة في خزانة لا يتأتى فتح بابها في ذلك الوقت، وقوله لم يضمن أي لعدم تقصيره. فإذا لا عبرة بكتابة الميت في جريدته مثلا هذا وديعة فلان ابن فلان ونحو ذلك. يبقى الكتابة أيامهم عندهم الكتابة ما لم تكن موثقة، الوقت عملوا حاجة اسمها الشهر العقاري، لو كتب بقى وأشهرها في الشهر العقاري يبقى كأنه أشهد عليه تبقى قوية، لكن مجرد مكتوب كده أي واحد ممكن يكتبه. واخد بالك؟ والله تعالى أعلى وأعلم. وكده نقف على كتاب أحكام الفرائض والوصايا. الفرائض اللي هو أحكام المواريث إن شاء الله من يوم الاثنين القادم بإذن الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيوة في سؤال؟ دي قصة وقعية، واحد أمن على واحد كان جدي فحصل في الموت فاضطر يتبعه. هي سؤالين، هل يضمن ولا لا؟ تاني معلش، دبت إيه بتقول؟ جدي وبعدين جرى الحصار في الموت فاضطر يتبعه. هل يضمن ولا لا؟ وهل لو مش ما يضمنش؟ لو كان ده هيهلكه لو سابه، واخد بالك، يبقى ما يضمنش، لكن هيديله القيمه، ما هو ذبحه فلحم يحسبه لحم قد ايه ويديها له. هو ده كان السؤال كده. يعني يجب عليه حفظ اللحم طبعا او يشتري ما بديله، ما هو ده اسمه فعل الفضولي. زي انت ماشي في الشارع لقيت مثلا عربيه طست جاموسة وانت مش صاحب الجاموسة، ولو سبتها هتنزف تموت، واخد بالك، فرحت ذبحها لحد ما يجي صاحبها، جاء صاحبها هيحولها الى لحم يبيعها خلاص، لان انت تقصد المحافظة عليها مش تقصد تضييعها يعني. والله تعالى اعلى واعلم. صور ايه؟ تقصد العذر في الجحد يعني؟ ما لو كان هيعترف في الوقت ده فاعترافه بانها عنده يؤدي الى ضيعها يبقى ما يعترفش، سواء اللي موجودين دول ظلمه مش ظلمه ما تفرقش، شوف اي صوره بعرفهاش، المهم لو كان قال انها عندي الوقت ويحدد مكانها، واخد بالك ازاي، في وقت ان اعترافه ده يؤدي الى ضيعها يبقى مقصر. فهمت؟ بس فانت بقى كل صورة على 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 حالها، انت تفهم الوضع وبعد كده انت تكيف كل صورة تعرض عليك بقى وخلاص. يعني انا ليا ان انا افهمك، لكن مش ليا ان انا ادي لك جميع انواع مسائل الجمع. انا ما اقول لك واحد زي الواحد سوى اتنين، تقول لي طب واتنين زائد تلاتة، اقول لك خمسة، هنقعد بقى للفجر، تقول لي طب وخمسة وستة يبقوا كام، انت تتعلم بقى. فهمت ازاي؟ فالصور لا تنتهي، المهم الفهم فقط، هو ده المطلوب من الفقيه انه يفهم. طالما فهم وبقى عقليه فقهيه تيجي له اي صوره بقى غير متصوره يقعد يكيفها هو بقى بفهمه. ادي المساله. والله تعالى اعلى واعلم.